إيماني، لفظي قرآني، وسلوكي أدب ربي رباني. الله مرادي والذكر عمادي وكلام نبي فوزي ورشادي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن في قوله سبحانه وتعالى: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. نكال الآخرة والأولى، هذا لإنسان، وهل المقصود هذا الإنسان وحده وليس غيره، أو فأخذه الله نكال الآخرة والأولى لكل إنسان موجود على سطح الأرض؟ بمعنى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلا. وما ظلمهم الله، ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله لما جاء أمر الله. الآن نستوعب أن هذا الأمر لفرعون، أما أنا أقول الحقيقة ليس المقصود فرعون فقط، بكل زمان موسى وفرعون، بكل زمان. قد تكون موسى زمانك، وقد تكون فرعون زمانك. الخطاب عام، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله، ما أغنت عنهم من شيء لما جاء أمر ربك، وما زادهم غير تتبيب. نحن نقرأ هذه القصص لمن مضى، شو دخلنا، شو علاقتنا، شو الغاية من قراءة القصص لزماننا ومكاننا؟ أي إلهن، إحنا ما دخلنا،
أخبار السابقين هو موعظة لك اليوم، لأنهم ماتوا بايحة من جماعة فرعون. جماعة فرعون راحوا مع فرعون ولم يبقى منهم أثر، بل قصص الذي أوردها القرآن. لماذا ولم يبقى فرعون ولا موسى؟ قال لا، لكل زمان موسى وفرعون. هدفك من الحياة أنت أيها الإنسان، غايتك من الحياة همك من الحياة همتك طاعتك لله عز وجل ومرضات الله سبحانه وتعالى. والبيوت والتجارة كلها وسائل لغاية وهدف. كل ما في هذه الحياة غاية ووسائل يصل إليها الإنسان، فإما أن يكون راضيا بها وإما أن يكون ساخطا عليها. جماعة ضاقت بهم الأرض، لن يهربوا برات البلد، بدهم يبيعوا البيت بما فيه وأنا عندي مصاري. حاولت اشتري البيت منهم بأرخص الأثمان، هنا بدهم يهربون من البلد. ضاقت بهم والأرض بما رحبت وأنا بدي اشتري البيت. البيت بيسوى 10 مليون، تم كاسرهم لأخذوا 6. اللي أنا عم بحكيه صح ولا غلط؟ مجرد ما أخذته أخي اعملوا لي وكالة أنا بفرغ لحالي. عملوا لي وكالة، فأنا كنيت عليه 10 أيام وأخذته 6. أجوا ناس بدهم يشتروا ما ببيع إلا ب12. اجى زبون راكب ضيقت عليه اخذت 12. رايكم اليس هذه شطاره؟ مربح 6 مليون، ما امنا ولا حطينا بس بالحكي، اليست هذه شطاره؟ أليس كل منا يريد أن يصل إلى هذه الشطارة؟ وإيمي حط 6 مليون، شو إلى 6 مليون؟ هل من إنسان على سطح الأرض تيالوا هذه الفرصة وقال ما باخذها؟
هل علمت بأن مكاثرتك للبائع وأخذت منه سرقة وهو يتنغص في الحياة؟ والله بيتي بيسوى 60 مليون، بعته بثلاثة بس مشان أخلص، والله بعت لي واحد حرتفها على الشعرة هلكني وفنقر. هل هذه تسجل عند الله عز وجل أو ربي يسير ما رأى؟ ما بعرف، أنا لجهلي في الموضوع ما بعرف، جاوبوني. تمرق هيك أو أنا مؤاخذ على كل كلمة حكيتها معه لحتى أرخص السعر الحالي؟ هل أنا فكرت في المسؤولية؟ ترى هل أنا وقفت بموقف فرعون بالبيع والشراء؟ وهل كان له الفضل كفضل موسى أنه آيس الزلمة وعرف إني أنا راح أربح كثير، آيس بس بده يخلص، ولاده كلها صارت برا، ولاده هيئوا له تعال بابا لعنا بس جيب لنا شوية مصاري عشان نشتري بيت هون. اللي أنا عم بحكيه عم بيصير. كل واحد منكم إذا أراد أو سمع إنه في بيت لقطة بيشتري وما معه مصاري، بيربط الشروة بيروح بيدور لها على زبون وبيبيعها وبياخذ المرابح لحاله. الله شايفه يا ترى ومطلع عليه؟ بقدر ما نويت انت تربح وغيرك يخسر، هل الله يراك؟ اذا حاولت تظلم غيرك لحتى انت تربح، هل انت فرعون زمانك؟ اذا قلت له عمو الله يرضى عليك انت بيتك بسوى 10، أنا راح أخذه ب9، بتسامحني؟ وهدول بين حركتي وعملي وروحتي وجيتي، يعني أنا بسبق لي هالمليون. قال له روح الله يبارك لك. أيهما موسى، الأول لما الثاني؟ وأيهما فرعون، الأول أو الثاني؟ اليوم علقت بلقطة، أخذت بيت ما معي من حقه شيء، أنا اشتريت محل، أنا عم تتعمر بناية مواجه الباب تبع النساء، خطر لبالي إذا أجا غريب وأخذ محل وعدولن 10 شباب برا، حدا بيسترجي إنهم شو عم يساووا؟ اشتريت أول محل وثاني محل ودفعت 10,000 ليرة رعبون لكل محل، لسه عم يشتغلوا بالشروش. طلع المحل، جبت واحد بدك تاخذ المحل، واحد ثاني تاخذ المحل، لقطه
بعت المحل، صافى هو صاحب البناية وأنا رجع لي 10,000 تبعي. بعد كم سنة هو قال بده يبيع المحل، قلت له أنا بشتري المحل، فأنا بعته المحل دافع رهبون 10,000. بهدي أنا حاطط أخذته. بعد كم سنة قلت له بدي المحل، صار بده 10 مليون. انتبهوا، عم بحكي لكم قصص. حاولت، وصلنا ل 9 مليون. انا اشتريت لانه اليوم بيسوى 9 مليون، لكن اذا قعدت انا بهالمحل 10 سنوات، كل ما بفوت لهالمحل بفوت منشرح او في بقلبي غصه. انت ولد من اولادي، انا اشتريت لك المحل، اعطيتك اياه مثل ما انا اخذته. بعد معلش بدل ما تقول 10 خذن 8. المفاصلة على الفرنك. أنا ما بيتم بقلبي غصة. هالغصة هي ترى إلي شي عند الله. بسوى 8 إلا طشنية ب10. حضرة الله عز وجل يراني ويراه، وبكره وقت الحساب بده وين من أذى إليكم معروفا فكافئوه. زلمة بذل طاقاته لحتى وصل لك اياه بالسعر، السعر حسب ما كانوا عم يحفروا. ما رفع عليك ولا لرسولي، قال لك اللي حطيته اعطيني اياهم. يا اخي تجاره، هي انا الربحان عند الله. عم تتسجل ويؤاخذ عليها، او بكره حضرت الله عز وجل بيقول يا اخي شطارتك هي. هل الذي سامح ما بده شيء بس غايته ما يجي خصم يأذي الجامع؟ هل يعتبر كموسى زمانه؟ وهداك اللي بس بده هاتوا مصاري كفرعون زمانه. عم نفهم القصص القرآني قصص. فرعون وموسى ماتوا، كم ذكرت قصة فرعون وموسى في القرآن؟ وحضرة الله عز وجل بده يحكي لنا قصص أموات؟ ليش عم يحكينا قصص الأموات؟ فتحوا عيونكم، فتحوا أذانكم. كانوا صحابة النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان مجلس سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام
الساعة 10. الناس كانوا يجوا 11:30 12. انتوا مشايخ بتعرفوا القصص، قصص الصحابة مع سيدنا رسول الله أكثر مني. إذا مجلس سيدنا رسول الله كان الساعة 10 بيجوا 11:12، أو إذا كان مجلس سيدنا رسول الله 10 من 8 بكونوا قاعدين عم يستنوا، ما بعرف. أنتوا بتعرفوا أكثر مني. شلون كانوا صحابة رسول الله الذين أتوا بالإسلام لنتعلم وبدأوا أن يعلمون الإسلام، هكذا كان إسلامهم؟ لما بدأ بقراءة الختم نزلت على الجامع، عملت هيك نظرة ورجعت، ما في حدا، ما في حدا. معنى قراءة الختم أعتقد الكثير منكم لا يعلم معنى قراءة الختم أكثر من قراءة سلسلة أسماء. يعني شو راح نستفيد بسلسلة الأسماء نحنا؟ ما راح نجي، نجي أخي وقت الدرس، معلش وقت الدرس الساعة 10، بيبدأ الدرس الساعة 11 ليجوا الناس. هيك الإسلام منشأه، أدور شو بدهم يعلمونا بقراءة الختم. أنا أشكل علي هذا الموضوع، وسألت شيخنا الله يرضى عنه، قلت له سيدي في البعض بيتهاونوا بقراءة الختم، بيحبوا يجوا على الدرس. ما قلت له أنا خفت يكون في شيء واحدة يسناولني فيها. قال لي ابني قراءة الختم تعادل قوة 70 مرشد، 70 زمن، مثل زمن شيخ أحمد كفتارو في عصره، 70 واحد مثل حكايته بتعادل قراءة الختم. أنا بتاعتني في البداية ما بعرف يعني منين اجت هذه القوة؟ ونمت على هذه النية. قوة 70 مرشد منين بدها تجي؟ رأيت في المنام زلمة قال بده يباطحني، ما عم بتحمل لوحة قدامه. أنا استغربت بالوقت اللي بعرف حاليا ما كنا لد ضعيف. فسألته قلت له منين جبت هالقوة هي؟ بالمنام.
اللي هلي بيرتبط بأهل الله، بيستمد من قوة أهل الله، بصير عنده قوة 70 واحد مثل حكايته. انتبهت بالمنام صليت الفجر بجامع أبو النور، الشيخ بيعمل درس بعد صلاة الفجر، كنا نجي مشي من البحصة لهون مشان نلحق درس الشيخ الفجر، أنا وأخي الشيخ رجب رحمة الله عليه. وقال الشيخ الدرس مر عبارة، انك يا ابني تحسن تباطح واحد أقوى منك بلم قوة 70 شخص، اصحى على حالك يا ابني، كل واحد من أبناء السلالة عنده ارتباط بالله عز وجل يعادل ارتباط 700 واحد مثل حكايتكم. انتبهت، المنام مربوط باليقظة. قال يا ابني لما أنت بتذكر واحد من أسماء السلالة كأنك تقول يا رب هذول عبيدك وأنا عبدك، مثل ما أعطيتهم يا ربي تفضل علي واعطيني، وإن كنت لا أستحق نحن الآن نتهاون بأسماء السلسلة. يعني شوف يا قراءة الختم، عند قراءة ختم نضمط، ما في شيء بقراءة ختم، عبارة عن قراءة سلسلة. أنا بعمل سلسلة لحالي وبقرا هون بيمشي الحال. أنا بعتبر كان شيخنا هو أحد أعضاء السلسلة اللي كان عنده قوة 700 واحد من بقية المشايخ اللي اسمهم مشايخ، ما أعرف شيء، سامحوني إذا أنا غلطت، جيبوني 700 شيخ يطالعوا الإنتاج اللي أنتجه الشيخ أحمد كبتارو بحياته. وهذه ثمرة من ثمرات قراءة الختم. كلكم تعرفوا أنا توا حمير بطحو ما عندي شيء، وجيت لعند الشيخ ما بعد بكتب اسمي لأنه مالي متعلم، قعدت بصف ثاني ابتدائي 2 شهر، قال لي روح اشتغل وكل نعم تجيب لك. انا رحت اشتغلت بشوارة المشمش وتناولت من عمل لعمل حتى وصلت الى ما وصلت اليه. لكن هل تتوقعون ان العطاء الالهي له حدود؟ بلا حدود. شو بدك؟ حاضر، هذا العطاء الإلهي. فهل أنتم بحاجة إلى العطاء الإلهي؟ العطاء الإلهي ببلاش ما بده قيمة. في عملات كتير بين البشر،
العملة التركية غالية ولا رخيصة؟ أرخص من عملتنا ما هي؟ الدولار غالي، ما بعرف شو في عملات أجنبية كمان. يا ترى كل العملات الموجودة في العالم هل تعادل العملة التي يتعامل بها بين يدي الله عز وجل؟ في حدا منكم عم يدفع عملة يتعامل بها بين يدي الله عز وجل وعم بتضيع سودا؟ العملة التي يتعامل بها بين يدي الله عز وجل الوقت، تصرف وقتك في سبيل الله، في رضاء الله. في حدا منكم بدل في رضاء الله وضاع عليه ثانية من الوقت؟ حطوا حالكم بالميزان. ما بدنا نقرأ قصص فرعون وموسى، راح فرعون وموسى ما ضمنوا حدا. القرآن الذي هو قانون إلهي للبشرية، وإذا أردت تقرأ أي آية من القرآن في أي مكان وفي أي زمان تجد كأنه الآية بتلبسك لبس لهذا الزمان والمكان. هل علمنا القرآن؟ والله لو كنا مسلمين كما كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان المسجد يمتلئ قبل وقت الدرس بساعتين، ولكن هل نحن مسلمين كإسلام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما بعرف، ما تأخذوني إذا كان أنا طلعت عن السكة، لكن حاسبوني إذا وقعت بخطأ، لا تهملوني. إذا شفتوا مني خطيئة حاسبوني، إنه هاي الكلمة ما بس تحكيها، انصحوني، لا تتركوني عم بسبح في هواء، أوقفوني عند حد. مين منكم بيخطر لباله أن يكون في المسجد كصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مين منكم عنده هالهواية يريد أن يصل إلى مقام بعض صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرجل الوحيد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، من أين أتى بهذا المقام؟ منحة ربانية أو دفع قيمة هذا المقام حتى وصل إليه؟ قدم نفسه فداء لرسول الله في عدة مواقف، وخاف على رسول الله في الغار، فشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم بخوفه فقال: ما تقول يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ لا تخاف، الله موجود،
ولو كنا نحن الآن موجودين بالجامع عندنا هذا اليقين بأن الله معنا في اللحظات وفي الساعات وفي الأوقات، في أحد منكم بيجي على الجامع بهذا الوقت الذي أتى به؟ أو من ساعة تسعة يكونوا قاعدين بالجامعة بترقبوا الأنوار الإلهية التي تأتي عن طريق المعلم، عن طريق المرشد أيا كان. امبارح كان في درس المساء بعد العصر، المتحدث ما كان بالتسعينات، لا لا لسه فتي، مر عليه حالي وهو في الدرس ما عاد يعرف حاله شو عم يحكي. لما جاء الفتح والفضل والعناية الإلهية ما عاد حس على حاله هو شو عم يحكي، شعر بهالة غريبة دخلت عليه أثناء الدرس. لما استقام أقامه الله في هذا المقام. عند الله ما بشغله بلاش، وإذا ما بتدفع ما بتقبض، إذا ما بتقوم من الليل الساعات الطوال تناجي الله فيها لا تجد الفتح من الله عند دقائق الأمور. لما تناجيه في جوف الليل الكاميرات عم تسجل، مو الكاميرات هذول، لا الكاميرات الربانية عن طريق ملائكة الرحمن عم يسجل لك قيام الليل، بيقول لك انتظر، عم يسجل لك نواياك، عم يعطيك نفحات لا تخطر لك على بال ولو بتدفع مال الدنيا من بدايته لنهايته. وهذا ما فقدناه، ما بيخطر لبال واحد منا انه هنالك نفحات ربانية تتنزل على مخلوقات الله. مثل بعض أهل الله قال الشيخ اللي بيتكلم مع المريدين عبارة عن خيال، شو خيال؟ شيخ وعالم قدير وقاعد عم بتكلم معهم، قال هذا خيال بقدر صفائه مع الله وبقدر إخلاصه لله يفتح الله على قلبه حاجة جلسائه. أنا كنت أسمع من تم شيخنا الله يرضى عنه كلمات أنا أستغربها، كان بجامع يلبوعة، ما كان بسوريا في غير إذاعة غير لجامع يلبوغة فقط، ورب العالمين شرفني وحطني أنا المشرف على الإذاعة، فأعود على الإذاعة المفتاح بإيدي أتحكم بالصوت كما أرى،
ما استطاع إنسان يقول اختلف علي صوت. اليوم بالجامعة كان مهندس فيه بيقولوا لي والله في المكان الفلاني الصوت ما كان واضح، الإذاعة بتاخذ بتعطي. يا أخي الصوت عندكم بالجامع ما عم يضبط. ما كان يختلف الصوت. فكنت اسمع الهمسة من شيخنا. أول ما يقعد على الكرسي، ما بعرف حدا منكم كان يلاحظ، قول اللهم إني تبرأت من حولي وقوتي والتجأت إلى فضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الذي جمعتهم أعطي كلا منهم حاجته. أنا ما ليش، ما دخلني. فكان الإخوان بالجامع يحكوا مع بعضهم، كأنه شيخ قاعد ببيتنا، دقائق الأمور بالبيت عم يحكينا إياها. شو عم يفوت على بيوتنا؟ عم يراقبنا ببيوتنا؟ لا، منين؟ الكاميرات الربانية اللي عم تلقط لكم الصور وانتم بوسط بيوتكم. كل واحد منكم بغربته في كاميرات خفية عم تصور حركاتك وسكناتك، فبتنعرض كفيلم أمام الشيخ فيرى ويتكلم. يا أخي شو منين بيعرف الشيخ؟ الشيخ ما بيعرف شيء إلى ما رب العالمين كشف له البرداية وقال له شوف شو عم يعملوا جماعتك. ما بيعرف شيء ولا بيطلع. إذا القضية مربوطة بالكاميرات الخفية، والمشرف على الكاميرات الخفية القدرة الإلهية التي جعلت الكاميرات تصور حركاتك في بيتك وانت قاعد. في حدا منكم بيخطر لباله انه هو قاعد بالبيت هو ومرته واولاده عم ياكلوا، في كاميرا عم تصورهم كلهم وبتبعت الصورة إلى القدرة الإلهية ليطلع على حركاتك وسكناتك بوسط بيتك؟ تتوقع هذا؟ وظيفة العارف بالله أن يطلع على الصور التي صورتها الكاميرات فيرى ويتكلم. يا أخي شو الشيخ؟ والله ما يمر علي حادثة في البيت إلا ويجاوبني عليها بالدرس. أذان المغرب، وأنا بشغلي، وقفت حيران بين أمرين، لحق الجماعة؟ إذا كان صليت مع الجماعة ورجعت أبي معي خليني أطلع، لا خليني أحط أكل للدواب وأصيهم ونهيهم، بعدين لو صليت أنا متأخر شوية وبطلع دغري على الدرس. أنا بطاحونتي الخاطر مر علي،
أخرت صلاة المغرب، نهيت شغلي وطلعت حيلة صلاة المغرب، صليت المغرب وجيت على الدرس. يلي منكم بيعرف جامع أبو النور القديم وأول باب كان القصير، والله فت من الباب لسه ما قعدت. قال حتى البعض عنده حمير أغلى من الله. أنا أشعر بلدي إيه يا ربي، بس لحتى طعمي الدواب وصيهم بعدين أنا بصلي. الصورة انتقلت قبل ما أنا أصل وانعرضت باللحظة لما أنا بدي فوت. شو قاعد معي؟ قاعد معي؟ نستغرب نحن من لقي هذا خيال. بعضهم يقول لو غاب عني رسول الله طرفة عين ما عددت نفسي من المسلمين. خيال، لكن هذا بالنسبة لهم حقائق ووقائع. كان يرى رسول الله في كل حركاته وسكناته، ورسول الله لا يغيب في مجلس فيه اسم الله أو فيه اسم رسول الله. يا أخي حكوني بالعقل والمنطق. سيدنا رسول الله إنسان حجمه محدود ومكانه محدود، وين بده ينطلق في العالم ويرى في العالم كل ما ناداه يجيبه؟ هذا ما معقول. طيب تعالوا نسأل سؤال، في حدا منكم شاف حاله بالمنام انه تجوز وجا اولاد وفاق من الفرشه ما لازم وصل؟ شلون شافون هدول؟ حدا شاف حاله بالمنام انه راح على الحج وطاف وسعى ورجع لقى حاله بالفرشه؟ شلون؟ قال يا جماعه لا تخوضوا في عالم الأجساد الضيق، خوضوا في عالم الأرواح. لما روحك بيحصل لها الصفاء لحظات وانت نايم فترى العالم وانت في فراشك، لأن الروح ليس لها حدود. روحك تملأ العالم بلحظات، الروح ما في عليها حارج وبواب ولا في حواجز. حواجز الروح هي الذنوب والمعاصي والهفوات، هذه حواجز الروح. أما إذا كانت الروح منطلقة في بحر فضله وكرمه وعطائه وأحسانه لا تجد للروح أثر ولا حجم له حدود. مرات الإنسان واعد بهالثانية ينكشف له العالم، مو معناه هو طاف العالم لكن انكشفت له الكاميرا الربانية شو عم بتسجل له في العالم. انتوا هلا اذا حطينا الكاميرا عليكم كلكم تجتمعوا
بدائرة أقل من سنتي بسنتي، صح كلامي؟ لذلك الحجم ما عاد له دور أمام الروح، ولا يمكن لعبد أن ينطلق في العالم إلا وكانت روحه سابقة له في العلوم، في الدراسات، في الشطارة، في التجارة، إلا أن تكون روحك سابقة لك وأنت لا تدري. مرات في من النوم تقول الله يعطينا خير هاليوم، والله جايب حالي متضايق، وتصير معك مشكلة. اليوم تقول أنا منشرح، اللهم لك الحمد، شو حالك؟ انشراح. معناها الروح تطلع قبل أن يطلع الجسد. فقراءة الختم قراءة سلسلة أرواح. السلسلة بدءا من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. من هم من أعضاء الختم؟ تنطرح، بتنعرض عن طريق الكاميرا، واللي عنده صفاء روحي يرى بقراءة الختم كيف ينعرض. كل أسماء السلسلة واحد واحد. بزمانه الله جمعني بأخ رحمة الله عليه، كان يصف لي كل واحد من السلسلة شو حجمه، شو شكله، شو شعره. شلون انت عرفتن اذا انا شفتون؟ تاري اخونا بالله لما بيعرف بغمض عيون راسه بيفتح عيون قلبه، فبتنفتح المرايه فيرى اعضاء السلسله من البدايه الى النهايه. فتاة حديثة السن بالـ14-15 شافت السلسلة كلهم جالسين مع شيخنا، وطلبوا من شيخنا انه عطوا فلان لفلاني. شيخنا قال لهم انا حاضر. مين شايف الفتاة؟ فائت من نومها، قال انا نصيبي فلان. خيال. قلب الدولاب، صار عمره 30. كل ما حدا اجى خطب يهرب. وقع القدر في اليوم المحدد، فكانت لزيد من الناس. قاعد هو وياها بيحكوا، قالت له اوعك تظن انه انت اخذتني بقدرتك، كان مكتوب عقلنا في السماء قبل ما يصير في الارض بسنين. شلون هي شافت؟
كان شيخ أمين هي طفلة صغيرة يحملها، فانبنت على الصفاء وما توفقت بدراسة ولا بعلم، كانت أمية. وهلي ارتسم بالكاميرا شافته حقيقة وواقعيا. لا تظنوا حالكم ابتعدوا بالختم، لا، خليك صحيان واستعرض رجال السلسلة من البداية إلى النهاية، وكل واحد شو عنده قوة ربانية سماوية إلهية، الآن عم يعرض عليك القوة الموجودة عنده، فاستمد من هذه القوة. نعم بالختم، يا من نام يا من هرب. ولو تعلمون ما في الختم لتقاتلتم عليه بالسيوف. نجي أخي بنص الدرس، بربع الدرس، ثلثين الدرس، أنت عم تتسجل عند الله لأعطيكم لقطة عن الحساب، باخد وقت علي أنا. بكرة الحساب، كل واحد منكم بقدر ما بذل وأتى باكرا يجد ذلك في صحيفته بين يدي ربه، وسترى بأم عينك تأخيرك عن مجلس العلم، وسترى حقائق أديش غيرك أخذ وأديش أنت صفي لك لأنك جيت متأخر. لذلك كنا نبذل الجهد نجي على الجامع قبل الفجر بساعة، ونجي مشي من البحصة لهون وقبل الفجر بساعة. وإمتى ننام؟ والله ما كنا نوعى على حالنا، لا إمتى ننام ولا إمتى نبي. لما نستطع بدنا ننام يا أخسر وقت الدرس. الله يلهمكم الرشد ويكرمكم بمعرفة الختم ومعرفة رجال الختم ومعرفة السلسلة. ورجال السلسلة بدءا من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يومنا هذا. تعال انت وياهم جالسون، هي سهلة مفكرينها انتو؟ تجمع لك 10 مشايخ من الأرهاط ويقبلوك تقعد بيناتهم، وهذه بركة من بركات قراءة الختم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. أنا بمشي على الساعة، ما بخالي 12 تمام. فاعلم أنه لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله.
سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، اللهم تقبل منا هذه التهليلة المباركة، وأوصل ثوابها إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم، ثم صدقة من جنابه الكريم إلى من كان في سببهم ومن أجلهم وعلى نيتهم رحمهم الله، أنسهم الله، عوضهم الله الجنة. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم، وإن كانوا مسيئين فتجاوز اللهم عن سيئاتهم، ولقهم الأمن من عذابك حتى يلقونك آمنين مطمئنين بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. واغفر اللهم لنا والوالدين ومشايخنا والحقوق علينا والمسلمين أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عزي إيماني، لفظي قرآني، وسلوكي أدب، ربي رباني. الله مرادي والذكر عمادي، وكلام نبي فوزي ورشادي.